خلونا نروح للمياء حمدين مرة تانية ونعرف درجات الطقس النهاردة هتكون مرتفعة ولا منخفضة لمياء، يعني في منخفضة تقلبات في درجات الحرارة النهاردة. طبيعي، في يعني في فصل الخريف بيبقى فيه ارتفاع وانخفاض وفرق في درجات الحرارة بتوصل ل 8 درجات، فدايما الناس تاخد بالها بقى عشان ما يحصلش نزلات برد، وزي ما انت قلت من شوية ممكن يتلخبطوا هم عندهم دور برد ولا عندهم كورونا، فلازم ربنا ناخد يسلم. بالنا ان شاء الله. اتفضلي مشاهدينا، نتابع معاكم يعني حالة الطقس النهاردة. والنهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحر على جنوب الصعيد. الجو عامة هيكون لطيف في أول ساعات الليل ومائل للبرودة في آخره، وده على كافة الأنحاء. وكمان في أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق زي السلوم ومطروح واسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وهناك كمان أمطار خفيفة الصبح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. ده طبعا غير أن في اضطراب في الملاحة البحرية على غرب سواحل البحر المتوسط. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. صباح الخير. دلوقتي احنا بقينا متابعين وحاسين بدرجات الحراره المنخفضه والتقلبات الجويه زي ما قلتي بدات من مساء السبت، تكلمينا عن التفاصيل والانخفاضات واللي احنا بنتابعها دلوقتي، ونعمل ايه في الجو ده دلوقتي؟ بالفعل يمكن احنا من مساء امس بدانا نشهد حاله من التقلبات الجويه، واللي كان معاها طبعا فرص سقوط امطار كانت متفاوته الشده على اغلب المناطق اللي موجوده في شمال البلاد، استمرت خلال ساعات الليل وحتى الساعات الاولى من الصباح، وحصل سقوط امطار على بعض المحافظات على مناطق متفرقه. كميات الامطار كانت متفاوته من منطقه لمنطقه، لكن بتقدم ساعات النهار باذن الله متوقع ان تنحصر فرص سقوط الامطار في المناطق الشماليه، سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري. واليوم فرص سقوط الامطار خلال فتره النهار هتكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه، وقد تكون رعديه احيانا على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، مع كمان خلال فترات النهار هيكون في انخفاض في درجات الحراره عن الامس بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لان احنا بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 31 درجه مئويه، اليوم متوقع العظمى ما بين 28 و 27 درجه مئويه، فالاجواء خلال فترات النهار هتكون اجواء معتدله الحراره خلال فترات النهار، خلال فترات الليل طبعا هيحصل انخفاض في درجات الحراره، والاجواء هتكون اجواء مائله للبروده خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، مع وجود كمان نشاط رياح هيساعدنا على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. نشاط الرياح ده كمان هيؤدي لاضطراب حركة ملاحة بحرية على سواحل البحر المتوسط، وتحديدا في غرب البحر المتوسط، والبحر المتوسط غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية. الحالة الجوية والتقلبات الجوية دي مستمرة معانا غدا الاثنين إن شاء الله، فرص الأمطار هتبقى موجودة بشكل كبير على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، ومع يوم الأربعاء إن شاء الله هتبدأ تتلاشى فرص سقوط الأمطار من على أغلب مناطق الجمهورية. لكن احنا دايما عارفين ان الخريف معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، فمهم جدا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان وارد يحصل تغيرات في خرائط الطقس في اي وقت. مهم كمان ان احنا خلاص بنرتدي الملابس الخريفيه خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. طيب، في عدد من المحافظات هتشهد سقوط الامطار ما بين خفيفه لمتوسطه، هل ده هيأثر على حركه سير السيارات؟ الناس تبتدي تاخد بالها بقى وهي ماشيه بعربياتها، نراعي التعليمات المروريه المختلفه، ولا الامطار دي مش بتأثر على حركه سير السيارات؟ هي الامطار طبعا ممكن تؤدي لانزلاق العجلات لا قدر الله، ممكن كمان تؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه خاصه في المناطق المعنيه بسقوط الامطار زي مطروح والاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، التقاليه، دمياط، بورسعيد، رفح العريش، اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط. مهم جدا قائدي المركبات والمسافرين على الطرق مع سقوط الامطار القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور. كمان الساده المواطنين في المناطق المعنيه بسقوط الامطار لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه، المباني المتهالكه، وان شاء الله الحاله تمر بالسلام على الجميع. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى 28 والصغرى 21، العاصمة الإدارية العظمى فيها 27 والصغرى 20، اسكندرية 27 21، العلمين الجديدة 26 21، مطروح 25 19، دمياط 28 22، بورسعيد 29 22، الإسماعيلية 29 19.
السويس العظمى فيها 29 والصغرى 20، العريش 29 21، كاترين 26 14، طابة 30 22، حلايب 30 25، شلاتين 32 24، شرم الشيخ 31 24، والغردقة 31 24. الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 20، بني سويف العظمى فيها 30 والصغرى 19، الوادي الجديد 34 20، أسيوط 31 18، سوهاج 32 20، قنا 34 20، الأقصر 35 21، وأخيرا أسوان العظمى فيها 36 والصغرى 22. ونرجع مرة تانية لأحمد نكمل معاه باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لمياء، وشكرا لضيفتك دكتورة منار غانم بالتأكيد يعني.